رايح تشتري إطار سيارتك ومحتار إيش تختار؟ تريد تعرف إيش هي المعايير المناسبة لإطار سيارتك؟ تابعنا للنهاية وراح تعرف كل المعلومات المهمة في هذا الموضوع. في البداية لازم تتأكد أن الإطار اللي ناوي تشتريه يكون جديد، وهذا من خلال اطلاعك على أسبوع وسنة الصنع. لا تشتري أي إطار مضى على صنعه أكثر من سنتين، وتأكد من قراءة بطاقة كفاءة اقتصاد الوقود، ومن خلال مسح الكيو آر كود الموجود في البطاقة راح تتعرف على درجة التماس على الأسطح الرطبة وكفاءة اقتصاد الوقود. ومن أهم المعلومات اللي لازم تعرفها هي تحمل الإطار لدرجة الحرارة. بشكل عام تقسم الإطارات إلى ثلاثة فئات A, B و C. الفئة A هي الأنسب لسلطنة عمان وباقي الدول الخليجية، وبعدها الإطارات اللي من الفئة B. أما الفئة C فهي غير مناسبة تماماً لدول هذه المنطقة. أما بالنسبة للسرعة المناسبة لإطار السيارة فيتم تقسيمها من الرمز L إلى الرمز Y، وكلما زاد رمز السرعة زاد مستوى أمان الإطار. ومن المهم معرفة رموز الاحتكاك بالطريق ومقاومة الانزلاق، وهي AA, A و B، والرمز AA هو الأفضل. ولازم تعرف أن معامل الحمل ومقاسات الإطار تختلف حسب نوع السيارة. احرص على اختيار معامل الحمل ومقاس الإطار حسب ما هو مذكور في دليل مالك السيارة. وفي النهاية احرص دائما على ضبط ضغط الهواء حسب ما هو مذكور في دليل مالك السيارة، لأنه يختلف من سيارة لأخرى. دمتم في أمان الله، ونتمنى لكم دروب السلامة.